عدلي من الشتر لحسيت المرات وقوات الشتر بس عدل عدلي عدلي من الشتر لحسيت المرات وموات الشتر بس عدل عدلي مثال يزيد أفلو مثل هارون إن حسبوا كل حساب ميتين وللكارم للكارم حسب الجسر ميلاد ومن الله حسب معهم الحسير كنت يا حسين تقدر تشرب الماي كم مرة نهر منه أخذته كنت يا حسين تقدر تشرب الماي كم مرة نهر منه أخذته مثل العباس تكشفك الماي وهم عندك سبب من ما شربته وحد صبرك يجيك العلف مزعوج ويبوس التراب جدمك قول دحته بس انت الحسين ويعرف الماي هو معاستك هو تعززته القمر امه صحيحه ام لبنين لكن بالاساس الزهره امه القمر امه صحيحه ام لبنين لكن بالاساس الزهره امه ودليل نطيق لمن هو العباس يا اهل النهر صاحب ليومه الخوه يا علي وبدون تفصيل بس اثنين صاروا الهم مقياس على فراش النبي من بيت بالليل انت اول شخص دقال الاساس والثاني من ذكر خاف عذريك اسس حي ويصيح النهر عباس ارتكت القصيدة وامتدح عباس ارتكت القصيدة وامتدح عباس حسبالي سهل مدحه وقدره حسبالي خيالي يوسع العباس حاولت شفته ما من فكره فارس قررت هالمرة أصبحون وجر ذات من شاعرها هالمرة لبس وزان درع ولامت الأقلام وروضت الخيال وصار لي مهرة طرزت الغوافي راية أحملها واسماي القصايد والورق صحرة جودي كبرياء وبالصبر ممنوس من نعقش أضم من الصبر دقرة لقدت المهرة ممضض معتن تاريخ اقتحمت المستحيل وداحمت وقرة مثل ما يشعر العباس بالفرسان مهرة التعب من يقدر تشمرة جربت الأقلام وصلت بالتاريخ علي من الأصول ومر على اليسرى تلقبني الأخبار الموصح بالحجيوش تمنعني تحاول أقتحم سره لزمن صصور بيدي وعن صصور الجيش ونهاية الجيش صارت بس سهل صره دخلت حصون وحدك رايد التاريخ لو صفلت مهرتي يرتج في قصره شفت يلمع شكلها اللي كتبت تاريخ جبتهم جلس بايق قبضتي واسره وقفت الزمن لمن هو التاريخ من عرشك العظيم ورايت بظهره قدت لحكي ربط وعر يطق الغير وتطلعت الحجج المموم من ذره استسلمني اشوفه بالنهايه وقال اسالني واجيبك والسعد خبره قدت لك بقصيده ردت يا التاريخ بحق واحد بطل لكن خبرت ضمره
عدد الشعر الأمامة والخيال محتار زفيرة وصاف كل هبوطات تكترة سهلة قال سهلة قال ومن القصيدة تروني قال الاسم فقط قال الاسم فقط قلت عباس اسمه من اسم عباس انخطف لون اشوف انخطف لون واشوف سكت النظرة صلي وقال صلي وقال ما تقدر تتوصفه اخو زينب مديحة ما ظنت تقدرة اذا عمل الحسين يقول حين انطاح اذا عمل الحسين يقول حين انطاح قللت ليلته وهزل انكسر ظهره زينب على صاحت من هو العباس ويم من النهر يمني صاحت الزهره سولت قدرته انا ادري صار وصف للقمر لم من يعتد المهره قال المنين تدري قال المنين تدري ماذا بيت صار على اوراق ابد ما كشفت سره قريت اخبارك الا بصفحه الشجعان وعزيز عليك حسن لو ردت ذكره هذا المصح هزيته وتبسم قلت لا يا فلان اظنك بالشبه اظنك بالشبه ما ادري شنو تقرأ عن عباس صدق ما وصلتم شيء والعمل وصلتم اغرم من بحره انا التاريخ لا تنم من العباس اوراق ززيره تضيع يم كبره ذكرت افعال المطلق نعم ما انكر ذكرت افعال المطلق نعم ما اذكر وقلت سوى الشريعه من الدمه حمله قلت صارت قيام محمد العباس ويم العزومي صارت جيش حشره لجن عني منته ما سولف لجن عني منته ما سولفت لليوم وهذا الفعل كله كان لليسرى بلحظات ولاده ادبها صار كنت ما اعرف اهلي ولا محبين بلحظات ولاده تذكر صار كنت ما اعرف اهلي ولا محبين احس نفسي غريب بين الناس وحتى والده وامه قريبين لكن نور شفته بهيئة إنسان قعد يلم المهد وبحضنة كبير حرقت الزهر هذه من الجفوف ومن قعدت وراها أم الابنين مدت إيدها مدت إيدها ومن إيد فردوس مهدي هزتها والدمع بالعين حكت لكن حكيها صار عبرات ومن السماء اسمع صوت المنين شفها رفعته قبال وشفت بيه شفها رفعته قبال وشفت بيه صورة كربلاء وجيوش صوبين شفت اطفال تسحق بيه بالخيل وصورة قيم وصورة نار تلهب بالصواوين وصورة حرمة صورة حرمة وقفت على تصيح عن نخته تفد ديار الفضوية همليها شمر همليها شمر يضربها بالصوت وسدت فاطمة بلحظة تهيين بجيت وما عرف شنو بواكي عرفت الياس سبب من يبكي الجنين منهدت يا غلت منهدت يا غلت بنت الشلقان تشوف الطبقة تامل تتشلحسين أنا فكرة قريت الكثير من الكتابات على مواقع الانترنت وعراقيل يكتبون للأسف عن أهالي من غير مرحى حتى توصلت فيه إلى طعن بشارة فكتبت الأبيات ردا لسان حال كل مرحاوي كل واحد سكت مخيل مرحاها أنا ابن الوفاء وبكل وقت وفاي حتى بيوم كانت بالوفا شحة أنا ضروري مضيف وقعدتي ديوان ونزالي
ونادم أن نصب طيبتي من الحاء أنا نبل الوفو كيوروت وفاي حتى في يوم جانا نبل الوفا شحا أنا طول ضيف قعدتي في ديوان ونزلت من نصب طيبتي من الحاء عاشرت الحزن عشرة مرات وهور يطعن دون صدر وما شكا جرحا صغ دمعي صغ دمعي قضايد من جان العيد وعلى القلب اللي تام مثل لبس فرحة سبح الشمجان والهان الخير ولولا يشمل ما يلم مسبحة طبع عدان طبع لو ربط الهور الموت بالقبر لو هدية تصحى مثل حمزة مثل حمزة كريم الوحش ما رداه فتح صدر نظيف ورحب بروحه سويت المعبر سويت جماجم بالمعبر ليش تجول الوطن يوم ما صرحه انا اللي خطيت اسمي وشهر شعبان انا اللي هزيت عرش طارق من صفحه الوطن الوطن مطاليه لو صحت ما هنغيم جبت شمس المعينه ورجعت صفحه انا اللي عدل البيس سجلت التاريخ ما يحكي صفات ما نقدر لمحه انا بدلمي انا بدلم وصلت للراس اليوم وتتصدع علي يدي بالمنحه مو والله اسمي صح التعبير ابن شحبان انا ساكت برفحه السلام عليكم.